أينما تذهب وتسأل عن الإعلام فما هي إلا ثوان وتكون الإجابة موجودة، هي مهنة المتاعب. لكن اليوم أصبح يضاف إلى المتاعب هذه مهنة المضايقات أصلا. فعام 2012 أكثر من 30 صحفيا يتعرضون للاعتقال في الضفة وقطاع غزة. وإن سألت أيضا عن السبب فالإجابة واضحة، أن الصحفي اعتقل على خلفية ليست صحفية أو أنه تجاوز الخطوط الحمراء في الصحافة. الانتهاكات السابقة هي انتهاكات تمثل مس بالحريات الإعلامية، وهي مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة. هناك بتقديري إجراءات يعني صحيح تقع على عاتق النقابة الصحفيين، يعني لنقل النسبة الكبرى في توفير مسألة الحماية، لكن ما هو واضح بأن مسألة التعدي على حريات الإعلامية هي ليس نهج قائم بشكل عام، هي إشكاليات فردية، وبتقديري سببها يعود للثقافة قائمة. الانقسام الفلسطيني كان من أكبر العقبات أمام تقدم حرية الصحافة والرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، خاصة أن 6 صحف تمنع من التوزيع في شطري الوطن، إضافة إلى منع الصحفيين من تغطية بعض الفعاليات أو حتى السفر للخارج. لكن المشكلة الكبرى ظهرت في وجود الرقابة الذاتية عند الصحفي لكي لا يخوض في مواضيع ممنوعة في الضفة وقطاع غزة. أنا أعتقد أن التقييد الذاتي له عدة منابع، والمنبع الأساسي باعتقادي هي القيود الاجتماعية، بحيث أنه العديد من الصحفيين عندهم تخوف من الدخول في قضايا بحسوا أن هي قضايا ذات حساسية. القوانين القديمة الهالكة كانت حاجزا أمام حرية الصحافة وأصحاب الرأي في فلسطين، ليكون عام 2012 أكثر عام سيء عليهم منذ قدوم السلطة الفلسطينية، تمثل بمحاكمة 8 صحفيين، 6 منهم في الضفة و2 في قطاع غزة. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.